مين؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا. ايه اتفضلوا اتفضلوا، ميه صافي. الشخصيه دي عظيمه، ابو الفسيخ بذات نفسه رضي عني وجه تاني. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا. هتكلمنا عن ايه النهارده يا سيد ابو فسيخ؟ بمنتهى الاحترام، انا اهو الانترنت كله مستنيك تتكلم. انا مجهز لك الموضوع، يا ريت بقى كلمتين حلوين عن المحبه، لانك انت بتقول ملك المحبه. ميه صافي اول، هات نشرب بقى ميه واكياس المعتل المسرور بحبه. كلمتين محبه. طوبى لك يا بنت عطيات الشقيه، لانك جزيتينا كما جزيناك. طوبى لمن يضرب اولادك عند الصخره. ابو الفسيخ، ده كلام محبة؟ احنا مش اتفقنا؟ كلمنا محبة ابو الفسيخ، الانترنت كله مركز معانا، عايزين نحافظ على الناس اللي تبعنا. تفهم ايه انت عن المحبة؟ ها؟ ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. سيف المحبة. بليز افتح، بقول لك الانترنت بلغوا عليك. افتح بقولك، بليز بليز افتح الباب، بقولك بليز افتح، بقولك اتخبى فين؟ بليز افتح الباب، بقولك افتح الباب، بقولك بليز كارتك عطيات بلغت عليك. اكس اكس كومبو، ما تقلقش خالص يا ابو فسيخ، انا مبسوط ان انت بترقص كده. ايه الجمال ده؟ ايه العظمه دي؟ ايوه بوليس دولي وبوليس محلي جايين. بنشكر قوي ابو الفسيخ وبنسلم عليك، احنا ما صدقنا ان احنا شفناك وعايزين نتعلم منك الحكمه، ويا ريت كل الناس تتبع الحكمه بتاعتك. احنا جايين بس نقبض على الواد ده عشان عطيات بلغت عليك. فيا ابو الفسيخ، ان انت بتقول الواد بيقول صخره، صخره وطوبه، ايه الموضوع ده؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا، يا اهلا يا اهلا يا اهلا 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 وسهلا. الواد ده انا بعرفه زي شويه صافي واكياس اكياس يعني، علشان يبقى محترم. ايه بس نعمل ايه؟ ايه ايه الصخره دي والطوبه دي يعني كلام روحي ومجازي. ما روحي يا روحي ومجازي يا مجازي، روحي يا روحي مجازي يا مجازي. وعشان تفهم لا تعتمد على فهمك، توكل ولا تعتمد على فهمك. عندك اهل العلم، روح اسالهم، اقرا كتب، اقرا كتب عشان تفهم، عشان تفهم. عندك كتاب ابو شيفه، ابو كليفه، ابو شيفه، عندك كتاب ابو شيفه، اتعلم اقرا اقرا. وعندك كتاب ابن غزير، ابن غزير، يا سعاده به الضابط، اقبضوا على الواد ده، وريت ما تنسوش تقبضوا على عطيات كمان. عطيات لازم تقبضوا عليها، لان طوبى لمن يضرب عطيات، بنت عطيات وعطيات ويضرب اولادها في الصخره. بس شكرا جزيلا.